So, Shaykh Ali, it's been said that you call to wahdat al-adiyan, which means they call it the unity of all religions, Christians, Jews, Muslims, Hindus, Sikhs, in religion. We want to know, Sheikh, this, what has been said against you in this matter, is it true? And if it's not true, what is your opinion on this? قيل أنك تدعو إلى وحدة الأديان شيخي فماذا تقول شيخ في وحدة الأديان؟ حقيقة أني بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد كتبت وتكلمت وأجبت عن هذا السؤال لا أبالغ إذا قلت أكثر من 100 مرة ولا أبالغ إذا قلت كتبت فيها لا أقول 10 صفحات بل 100 صفحات على مدار 10 سنوات وهؤلاء الذين يعني اتهموني بهذه التهمة الباطلة هم على مذهب عنزة ولو طارت أقول هذا من الافتراء البين والكذب القبيح الذي ما أنزل الله به من سلطان ونحن عبر تاريخنا العلمي الذي مضى عليه أكثر من 40 سنة نسأل الله لنا ولكم حسن الختام والوفاء على الإيمان ونحن نحارب دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية التقريب بين المذاهب الإسلامية هذا أمر ممنوع عندنا فكيف يكون مسموحا عندنا التوحيد بين الأديان الإسلام وغير الإسلام من الديانات الباطلة والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه الحقيقة كذبة يعني مفضوحة ومكشوفة ولا أدري كيف يقبلها عقل يعرف ما كتبت وما تكلمت وما أفتيت وما أجبت عبر كما قلت 10 المقالات والإجابات والفتاوى والردود على هذه المفتريات وحتى أزيدكم عجبا وتعجبا ولا أريد أن أطيل الحقيقة في هذه المسألة لكن باب زيادة البيان ونقطة أخيرة أن بعض الذين اتهموني بهذه التهمة الباطلة المنكرة الشنيعة وقد بلغهم وقرأوا أني أنكر هذا القول وأرده وأبطله قالوا علي الحلبي ينكر وحدة الأديان في الظاهر ويدافع عنها في الباطن إن شاء الله يعني هذا على أي مذهب وعلى أي دين وعلى أي تقوى بقي أن يقول هذا القائل عن نفسه أنا ربكم الأعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك ندعو الله له بالهداية وندعو الله له بالسداد وندعو الله له بالتوبة من هذا البلاء الذي ألقاه وقذفه على أتباعه ومقلديه بغير حق ولا هدى ولا يقين ونحن على ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه المقام قد يحتاج أكثر لكن الكلام قد ينسي بعضه بعضا ولعل ما ذكرته يكفي ويشفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين